تأثيرها في الرباط للتشاور. وأعلن مجلس الأمة الجزائري أن بلاده لن تغفر للسفير المغربي في الأمم المتحدة توزيع مذكرة رسمية تتضمن مساندة الرباط لاستقلال منطقة القبائل. بيان للخارجية الجزائرية قال إن الخطوة المغربية تأتي بسبب مواقف الجزائر الواضحة حيال قضية الصحراء الغربية. نحاول قراءة مستقبل العلاقات الجزائرية المغربية في ضوء التوترات الأخيرة. غضب جزائري رسمي وشعبي على خطوة مغربية غير مسبوقة في تاريخ علاقات البلدين الجارين العضوين في الجامعة العربية والاتحاد المغاربي. فقد أصدر مجلس الأمة الجزائري وهو الغرفة العليا في البرلمان الجزائري التي يرأسها صالح قوجيل بيانا أدان فيه بشدة تقديم السفير المغربي في الأمم المتحدة مذكرة رسمية خلال اجتماع لحركة عدم الانحياز تتضمن مساندة المغرب لانفصال منطقة القبائل الجزائرية. ووصف المجلس الخطوة المغربية بالسقطة غير المقبولة وغير المعقولة. كما أعرب المجلس عن أمله في أن يتدارك المغرب بسرعة ما وصفه بالردة المتقدمة جدا في انتهاك القانون الدولي والتهور غير المحسوب إزاء الجزائر. الخلافات الجزائرية المغربية ليست جديدة، وهي تدور في معظمها حول موقف الجزائر من الصحراء الغربية التي تقاسمتها المغرب وموريتانيا بعد انسحاب إسبانيا منها عام 75 من القرن الماضي، ثم بعد ضم المغرب للجزء الذي تخلت عنه موريتانيا لاحقا نأيا بالنفس عن الصراع حولها مع جبهة البوليزاريو المسلحة، وهي الجبهة المطالبة بالصحراء دولة مستقلة. الرباط لا تزال تلتزم الصمت الرسمي، لكن معلقين وخبراء مغاربة أشاروا إلى أن المذكرة قد تكون مجرد تحذير للجزائر. أعتقد بأن ما جاء في مذكرة المغربية إلى دول عدم الحياز لا يتجاوز يعني مقولة إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس في الحجارة. الجزائر من جانبها تقول إن موقفها نابع من قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية التي تدعو إلى حل لقضية الصحراء الغربية عبر مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة. تشهد أكثر من 100 دولة في العالم أن هذا إقليم مستقل وله تاريخ والنزاع في الأمم المتحدة، بينما إقليم منطقة القبائل في الجزائر هو وحدة لا تتجزأ من الجزائر، لها تاريخ في الاستقلال البلاد، له يشترك في مقومات كثيرة مع كل جزائري ويشكل وحدة لا تتجزأ من كل التراب الوطني. وكان المغرب قد حصل على اعتراف واشنطن بسيادته على الصحراء الغربية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بعد التطبيع مع إسرائيل، اعتراف يقول مراقبون إنه دفع المغرب إلى تصعيد لهجة الخطاب ليس مع الجزائر فقط بل أيضا مع إسبانيا وألمانيا ودول أخرى تؤيد إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية عبر المفاوضات. قاسم مزرعاني، BBC. من الجزائر ينضم إلينا الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية حمزة زايد، أهلا وسهلا بحضرتك. ومن الرباط الدكتور عبد الفتاح الفاتحي مدير مركز صحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أهلا بكما. دكتور عبد الفتاح الفاتحي، الجزائر ترى أن المغرب بتصريحاتها تماحك الجزائر على خلفية موقفها فيما يتعلق ببوليزاريو والصحراء، ما رأي حضرتك؟ طبعا بكل تأكيد الجزائر تمادت في الفترة الأخيرة في تحرشها بقضية السيادة المغربية على الرغم من اعتراضها على كل الاقتراحات التي اقترحها مجلس الأمن وكذلك المغرب من أجل الدخول في مفاوضات مباشرة لإيجاد تسوية لنزاع الصحراء، وبدلا من البحث عن حلول في علاقات ثنائية مع المملكة المغربية أو تحت إشراف الأمم المتحدة، تباشرت الجزائر بسلسلة من التحرشات على الرغم من أن الإقرار بأن قضية النزاع هي موجودة في مجلس الأمن، إلى أن الجزائر زايدت كثيرا بطرح هذا الملف في كل يعني المحافل الدولية على الرغم أن موضوع هذه المحافل ليس هو قضية الصحراء. إذن يبدو
يبدو أن الجزائر زادت من هجماتها بشكل كبير على الرغم من أن المغرب ضال يقدر. بس هذا ليس سؤالي يا دكتور. دكتور عبد الفتاح، أنا لا أسأل حضرتك عن موقف الجزائر في الصحراء يا دكتور، أنا أسأل حضرتك عن موقف المغرب مما يسمى بالحركة من أجل استقلال القبائل. هل هي رد فعل على موقف الجزائر من جبهة البوليساريو؟ طبعا بكل تأكيد هو رد فعل، لكنه لا يتجاوز الموقف الثابت لقضية السياسة الخارجية المغربية التي تؤكد أو تحترم مبدأ السيادة الترابية لكل الدول، وهذا مبدأ تدافع عليه. فقط هو حديث عن تقرير المصير، إذا ما كانت تنتصر له الجزائر وإذا ما كانت لا تنتصر لمبدأ السيادة الترابية، فإن مطالبا من هذا النوع هي مطروحة في الجزائر بالنسبة لشعب القبائل تاريخيا تتجاوز حتى إنشاء منظمة الأمم المتحدة. وإذا ما كان من شعب يحتاج أو له الحق في تقرير المصير، فعلى الجزائر كذلك أن تحاور شعب القبائل في هذا الاتجاه، وليس فقط الدعوة لتقرير المصير في البوليزاريو. وهذا خطاب مزدوج أو الكيل بمكيالين، وهو أمر مرفوض بالنسبة للمملكة المغربية. أستاذ حمزة زايد، هل من تعقيب على ذلك؟ الجزائر تكيل بمكيالين ولديها ازدواجية في المعايير في التعامل مع قضايا تقرير المصير من وجهة نظر المغرب. والله هذه وجهة نظر خلينا نقوله أنها تتجاوز الميتافيزيقيا بالنسبة للنظام المغربي. النظام الملكي في المغرب دائما عودنا أن يقوم بمجموعة من التحركات الفولكلورية بين قوسين وسامحيني على المصطلح، لإلهاء الرأي العام الدولي وحتى الإقليمي والعربي عن القضية الأساس، والتي هي قضية الصحراء الغربية. تكلم ضيفكم من الرباط على أنه لابد من التساوي في حق الشعوب في تقرير مصيرها. أود فقط أن أشير إلى أنه لو قام بدراسة الجغرافيا فيجد أنه ما سمي بإقليم القبائل، ولا يوجد شيء اسمه إقليم القبائل في الجزائر. هنالك عديد الولايات أو الأصول الأمازيغية متوزعة على كامل التراب الجزائري عبر 58 ولاية. هنالك الأمازيغ في باتنا، هنالك في تيزي وزو، هنالك في غربي البلاد، والذين هم أيضا حتى في المغرب المعروفون بمصطلح المحلي الشلحيين. وبالتالي ولكن يا أستاذ حمزة، الواقع أن هناك حركة من أجل استقلال القبائل. أستاذ حمزة، مخابر هناك، ولن أبالغ إذا قلت أن هنالك أيضا مخابر مغربية، لكن هناك الحركة من أجل استقلال القبائل لم يخترعها المغرب. الحركة موجودة وتتحدث عن أنها تحت الاحتلال، والمغرب يقول أنه إذا ما كان للجزائر رأي فيما يعتبره المغرب صحراء هو جزء من أرضه، طبعا هذه مسألة مختلف عليها بين المغرب وبين البوليساريو، فللمغرب الحق في أن يكون لها رأي في قضية تراها قضية احتلال وتقرير مصير داخل الجزائر، وترفع أيضا للأروقة الدولية. ما سمي بالحركة من أجل استقلال المغرب أو بالاختصار الماك هي حقيقة موجودة وموجودة في الخارج، وتم تصنيفها من طرف النظام الجزائري على أنها حركة إرهابية انفصالية. ولكن لو قمنا ببحث ميداني بسيط جدا في كل الولايات التي فيها أكثرية أمازيغية أو قبائلية، فتجد أنه أغلبهم، وصدقيني هذا عن تجربة، يكرهون كرها شديدا حركة الماك أكثر من كره النظام الجزائري لها. وهم صحيح ربما لديهم بعض الملاحظات على يعني تسيير الحكم أو الانتخابات أو كذا، أو عرفت المنطقة برفضها ربما للمسار الانتخابي في الآونة الأخيرة، لكن هذا لا يعني أنهم يريدون الانفصال. نختلف في الرؤى، نختلف في الطرح السياسي، نختلف في التوجه الحزبي، هذا طبيعي وهذا دليل على الديمقراطية الموجودة في الجزائر. لكن أن يصل الأمر إلى الانفصال أو حتى إطلاق أو اختراع إقليم أو مصطلح إقليم القبائل، فهذا تجاوز خطير كما وصفته الخارجية الجزائرية. النظام العلوي في المغرب متعود عن هذا تقريبا منذ الملك محمد الخامس رحمه الله، منذ أب الملك الحالي الحسن الثاني، وهو يقوم أو يعبر عن أطماعه في الجزائر. وسمعت بعض المحللين أو من يسمون أنفسهم بالمحللين السياسيين
يخلطون بين التاريخ والجغرافيا، يقولون طيب. بأن الجزائر لم تكن موجودة وكذا، هذه هراءات. يعني الجزائر أكبر من مثل هذا الكلام. طيب. الحقيقة والواقع يقول أنه لا وجود لشيء اسمه ند الإقليم. بالنظر إلى الأمام يا سادة، نعم بالنظر إلى الأمام، بس لحظة لأنني أريد أن أصل بالحوار إلى نقطة إيجابية. لحظة واحدة دكتور عبد الفتاح الفاتحي، أيا كانت وجهات النظر في القضيتين، التصعيد المغربي لم يذهب بالتلاسنات مع الجزائر إلا إلى مستوى أسوأ من التشاحن بين البلدين الجارتين اللذين بهما أو بينهما هذه القضية منذ عقود، وبالتالي ما السبيل لدرء مفاتن وجود مشكلة جديدة أو ملف جديد يفتح بين المغرب والجزائر من قبل المغرب؟ طبعا المؤكد هو أن المغرب ظل يحتمل كثيرا مثل هذه التدخلات السافرة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية. تدخل سافر لا يحترم يعني علاقات التعاون والعلاقات التاريخية بين الشعبين وبين الدولتين. و46 سنة من هكذا تدخلات وتحرش بالسيادة الوطنية في رفض للحوار. معلوم أن المملكة المغربية وجلالة الملك قدم في أكثر من مناسبة دعوة إلى الجزائر، سميت باليد الممدودة من أجل تطبيع العلاقات الثنائية واحترام قضية الصحراء التي يتم تداولها في مجلس الأمن من أجل ربط علاقات التعاون، لكن الجزائر ظلت ترفض حتى الحديث أو الجلوس في حوار مباشر مع المملكة المغربية، وظلت تفرض ضرورة حوار تنسيق دولي لهذا الحوار. لا نعرف لماذا الجزائر ترفض الحوار المباشر بين شعبين أخويين بين دولتين. معلوم أن المملكة المغربية دائما تبعث برسائل ودبعتها جلالة الملك في كل المناسبات من أجل ململة وإيجاد تسوية سياسية بدل تقديم يعني هكذا مشاحنات بدأها العمامرة في أول عمل يقوم به وبعد إشرافه على وزارة الخارجية المغربية. هذا أمر مفاجئ. لماذا لا تتوجه إلينا الجزائر كما نتوجه إليها من أجل الجلوس لإيجاد تسوية سياسية؟ مجلس الأمن يدعو إلى ذلك وكل الدول تدعو إلى ذلك. لذا هناك تخوف كبير حتى من الحوار. طيب. إلى المغرب. ممكن مع الاعتذار أقاطع حضرتك لأتحول إلى الأستاذ حمزة للرد على هذا السؤال، بس لحظة أستاذ حمزة، لماذا لا تمتثل الجزائر لحوار سواء بشأن القضية الأخيرة أو القضية الأساسية قضية الصحراء؟ قضية الصحراء الجزائر ليست طرف، قضية الصحراء هي بين المغرب وجبهة البوليزاريو وحركة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. الجزائر ليست طرف، الجزائر فقط تناصر حق الشعوب في تقرير مصيرها، مثل ما نصرت وتناصر حق الشعب الفلسطيني في التحرر واسترجاع حدوده كاملة. لن نتكلم حتى على حدود 48. النظام المغربي والنظام الذي يدافع عليه ضيفكم منذ تقريبا اقل من شهر افتتح سفاره له في في فيما يسمى بتل ابيب او تل الربيع بتعبيرنا العربي. الجزائر تناصر دائما قضايا التحرير، ليست هي طرف في الصحراء الغربيه فقط، هي تدعم كما دعمت حركات التحرير سابقا في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين كل حركات التحرر في إفريقيا وحتى في أمريكا اللاتينية وأوروبا. ممكن من دون حد الحوار أتوقف بس عند نقطة التطبيع، لأنه نقاش آخر حضراتكما تعرفان أن له مضامير مختلفة. من الجزائر الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية الأستاذ حمزة زايد، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. ومن الرباط الدكتور عبد الفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. المخرجة الفرنسية جوليا دوكورنو أصبحت ثانية سيدة تفوز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان الفرنسي الذي اختتم فعالياته في دورة تميزت بعدد من الأفلام العربية الخاصة. حسام عاصي أجرى حوارات مع عدد من المخرجين العرب الذين قدموا أفلاما شديدة التميز مثل المصري عمر الزهيري الذي فاز فيلمه ري